انا مريضة ويقولوا لي كشة وشوفي وجهك كيف، مع انا مريضة كيف يكونون المريضين؟ سلامات، شبيك؟ طب روحي جولة بلكي تصيري أحسن. خلصت شاي؟ ما يستحون على وجههم هذول. لا لا ما يصير، حبايب هذولا. افتحي تشردنا. فتحت لهم جالسين يقولوا لي حتى ميك اب اكشخي مشتي شعرك وانا مريضة فيك. انت بدون، انت مثلي مريضة؟ احنا اثنيناتنا مرضى ترى. بس انا شويه، شوفي انا كنت وضعي كلش مو زين والله اليوم، همين ما راح افك بث، بس لانه هوايه بعثول بسناب افتح بث وهذا، لما جيت نسيت المرض، عندي فلاونزا شويه وحرقه وصداع، نسيت كل شيء. انت سلامات، شبيك؟ حنجره ما نسوني، لا يكبسوا ولا يسووا شيء، بس يعلقوا لي فما تشتي شعرك. مش انت زعلانه ما شاء الله بالاخر؟ لا شعري. يعني انا اذا البنت الحلوه والطيوبه مفروض ما تزعل يا دعاء. والله دلوني لانهم وصلوني 8 مليون دلوني. طب بما انك روقي شويه، خلونا نسمعكم شيء حلو بلكي مزاجك يصير احسن، ايش رايك؟ يلا غني لي. نسمعكم اغنيه تركيه لاول مره حفظتها من جديد يعني. لا تقول لي بيلي بيلي يا نديريم. لا لا مو هي، لا غيره. يلا اسمع اسمع، يعني شوية كلمات شوية من هنا من هنا. لا يلا مهربان والله، بس أرجع المرة لازم أحفظها. هالمرة نحفظ إن شاء الله، بس هاي أول مرة، اعذروني إذا الكلمات. عمار. ها ما شاء الله عليك. شكرا. كم عمرك يا عمار؟ إيش قد تعطيني؟ كم تعطيني؟ يعني أعطيك 30 سنة. يعني كم باقي؟ 14 7. ما تنسون عيد ميلادي. ها 13. ايه 14/7 بسير 31 ان شاء الله، بس كبرنا. انا 10/7. قريب. انت سرطان؟ سرطان مع الاسف. مع الاسف فطيرين احس. عاطفيين احساس. احس انه مظلومين في الاحساس. مظلومين؟ لا لا ما مظلومين، لا الحمد لله. بس لا كم واحد سرطان؟ خربين حياتنا من كثر العاطفة. وعشرة سبعة عيد ميلاد. عشرة سبعة عيد ميلادي حقت أنا. ميروبان والله من عيوني هالمرة راح نحفظها إن شاء الله. سرطان سلداني المهابوي كاسم بيلي الله. سوري كل يوم اتفرج. يلا حبايب انا عمري. شكرا. كبسوا. انا حامل. انا الحامل. انت الحامل. انت الحامل. حامل مثل اختي. تسكسات زين. كبسوا حبايب ما نخسر. عمار مبروك مبروك. شنو مبروك؟ اغنية وصلت 2 مليون صح؟ راح يصير 3 ملايين. انت وين؟ وصلت بالله. شو ايش قد وصل؟ شو رأيك تعطيني قناتك اليوتيوب واعطيك التيك توك؟ قوية. آه لو عندي، تخيل يا عمار لو عندي 8 مليون في اليوتيوب. شنو عندي؟ شنو ايش قلتي؟ عندي 8 مليون في اليوتيوب. ايه انت عندك 8 في التيك توك صح؟ ايه يجوز احولهم لليوتيوب.
والله لو يصيرون باليوتيوب حلو. إيه حباي باقي بعد انشروها يمكم ملكت يوصل 3 ملايين اليوم. لحظة تعال أشوف اللي شافوا اللي شافوا أغنيتك أكثر من اللي ضافوك. أحس اللي ما يضيفون يحقدون بس يحبون يشوفون ما تتنفسون. لا لا بس شوفي كل مكان إلى جمهورة يعني. في ناس مختصة في التيك توك وفي ناس مختصة في البرنامج الأصفر. شو اسمه برامج ثانية؟ تعرف أنا اللي تابعوني بالإنستغرام غير اللي تابعوني بالسناب غير اللي تابعوني. إيه إيه. كل ولا وعلى فكرة كل مكان حتى جوهم غير أساليبهم غير طبعهم غير. يعني مثلاً البرنامج الأزرق القديم غير جمهور هنا غير جمهور. والله البرنامج ال ال الانستغرام شو لونه عشان اشفر؟ قولي والله ماروني جسمه شلونه والله اخضر. لا جاب اخضر بالموضوع وين اخضر احمر. قولي احمر احمر. البرنامج الاحمر مثلا اذا نزلت فيديو هيك يقولك ايش فيك انهبلتي ايش فيكي كذا. احسهم مره متربيين تبع هون كل شيء يشوفوني بميك اب بدون ميك اب خلاص احسهم تورطوا. فهمتوا كيف؟ تورطوا فرحبي. اللي في السناب شات أحسهم ما يدرون أصلاً أني أنا مشهورة في التيك توك ولا في الانستغرام. يحسسوني كأنهم يتعرفين علي جديد. صح. شو كمان؟ أي والله بس هدول اللي عندي. ما عندي الأزرق تهكر. أي صح. إيه شو اسمه؟ انت كم ساعه فاكه بث؟ هلا شو ساعه هلا شي 10 دقائق بس. بقول لك ابدا تحطين ميك اب بعد. انت بلا ميك اب اجمل. تسلك لي يا حمار جمالك طبيعي الصحبيه هذه اخرتك. تسلك اقول لك اجمل بلا ميك اب ترى ما قلت شي يعني. هذا مدح. يقولوا لي حط ميك اب مش تشعرك. لا تحطي ميك اب خليكي شي اجمل. بس سبحان الله انا بس احط ميك اب ما يجيني الدعم حتى لو اشيله ما يجيني. هو في الحالتين اصلا ما لها داعي في الحالتين ما لها داعي. بعدين تعالي ما انا سجلتي على اغنيتي ليش اسجل في راح اسجل بس شوف شكلي والله كل مره جاوني لوعز مره. اليوم شفت لك فيديو حركات كان في تسوين حركات هيك ما ادري كان هيك صوت طفولي اغنيه إيشي صوته مال أطفال مدري. فبواعد قلت هاي لو تغني صوري إيش راح تسوي بيها. تعرف يا عمار لما كان التيك توك عبارة عن تشالنجات وأصوات وليبسين كنت أنا مسوية جو بس سحبوا على الأشياء وصار التيك توك عبارة عن والله لأمسكك أنت بو يتضاربون راح محتوايا ما صرت أعرف إيش أسوي تشالنج. لا انت محتواك حلو بقى على شو تسوي محتوى. شوفي يكفي انك عندك 8 مليون يعني ما شاء الله وعندك جمهور قوي ومحتواك حلو موفق ان شاء الله يا رب. الحكم الاول اي لحظه احنا كنا نلعب على الحكم. لعدنا شنو نلعب على شنو؟ نلعب جولتين. روحي جولتين. انت بعدين شنتي تتصورين بطريقة مختلفة. يعني احس الواحد لما يتميز بيكون مختلف عن الباقي فاهمة؟ وانت طريقة تصويرك ورياكشنات فتكوني مميزة يعني عن الباقي. هل إن شاء الله بصير أتوقع. نحن هاي جولة الثالثة مو جولة الثانية هذا. لا الجولة الأولى ما كانت ترحيب فيك. أنت خسرتي جولتين ترى. لا هديك ما كنا مستعدين كنت أحكي لك على مرضي. يعني جولتين إيش على مرضك والفاصلة حكم. ما شاء الله. ايوه ايه هديك كنت فضفض لك. ولا تنسين حكينا على ابراج
حكينا سرطان وإيه شفت الله أنت فضفضة إيه فضفضة ونشكي لبعض ونبكي إيه بكينا صح وشوية بكينا وحكينا على إنه صح ما في شيء وأمور وها حكينا على الميك اب ما راح استعملها عندك حصانة من قال عندك حصانة بس ما راح استعملها عشان أنا مريضة اليوم أنا بدي أكون كيوت أقول لك أنتي لوتية ولا شنو؟ لا حصانة مال شنو؟ حصانة حصانة قديمة كانت في قايد سوق واقف لا 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 شنو شنو حصانة لا ما عندك حصانة أصلاً الله يسعدك عندي حصانة وحياة عيونك الزرق تدري عمار تدري في خبر راح اقوله لك تدري ان محتواي انا كان عيون زرق انت الله رازق انا كان عدسات والله تلبسين عدسات ازرق وشايف يفكرون عيونك ازرق ها من يوم من وين جاي عيون الزرق كان محتواي عدسات الله يسعدك كانوا يفكرون عيوني زرق والله ما شاء الله احس بالاخير راح تحكم علينا دير بالكم ترى ست ونات عندنا الونات يا شكرا عتيبة الونات يا اخوان ستة يعني اذا راح الونات خلاص بزعل الموت ولا نكي خليها تغني انت تغنين دعاء مرة غنيت اغنية بس ما كان حلو شنو غنيتي مرة؟ عمل بلوك اللي سأل السؤال الله يسعدك أدري أدري تغني أدري والله أدري والله والله أتذكر حتى شغنت حتى قلت له صوتك مو حلو مو حلو؟ أغنية ما كانت حلوة ما كانت موفقة بالنسبة إليك ترى تعرف أنا مين؟ أنت مين؟ نوال دعاء أنا بنت يلعن أبو نوال قولي يعني نوال اللي جاب نوال من هذه النوال اللي كل يوم تشتطع معايا يا ويلي شو نوال لحقي عليه لحقي عليه انتي والله أقولكم أنا مرة شفت أشوف فيلم لمبي فكان يقول نوال مين ظلت الاسم براسي قسم بالله الفيلم اللمبي تتح في اللمبي والله المقطع يضحك والله يقول يقول نوال دعت لي يقول له نوال مين يندعم سيارته اشغل لكم نوال كنت اقول بدي اقول فكره وراحت ايش الفكره بدي اقول شيء مهم والله مهم مرة مرة مهم مس نوال اسكتي يا لودي لحظة لحظة كبي شمانك يا حظ نوال هي شيني هاي اخبشتي تاني يا بلاد يا خرابة اخبشتي تاني في امل في امل ما تخاف اسمع اسمع شكلنا ابو حرب حمدي ده عليك لانك انت شكلك يا الله على الاعلانات والله اسمعوا نفعهم 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 عشان الله ينفعهم وانا دلوقتي يعمل لك كتب الاعلانات اسمع 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 حق منك يالا انا اللي هجيب السلسله عبرك نفسك انت واللي معاك دول شفت انا انا فاهم الحركات دي كويس انا انا بحوريك ابويا اسمع شكلي متفرج فيلم ما راح تمر منا نوال لا لا يا يا والله يان يقول نوال كان عنده حق والله لا معي ولا مش عارف اسمع اسمع يا خرب بيتك انا عايش
كان عندها حائلة ولا مالي اخرجش كان قلبها حاسس. نوال مين حضرتك؟ نوال مين حضرتك؟ يعني مش عارف معرفش شكلك يا بنو شكلك من بتوع بامي وبامي. نقدك هقول. سمعيني سمعيني شنو سمعيني شو اسمه تعرف انا مين؟ سمعيني اغنيتي جديدة. سمعيني بشتيتا. انت غنيت اغنيتي كردية صح؟ تعرف انا مين؟ انت دعاء. لا ترى انا مشهورة من ابويا. ابويا مشهور. سمعيني سمعيني اسم شو اسمه بشتيتا. بالله انا سمعت اغنيتي الكردية من صوتك غنيها. انت ليش ليش مسكب كلامي؟ اسمع معلومة بعدين. طيب اسمع معلومتي. طيب شنو المعلومة؟ ترى انا ابويا مشهور. الله يحفظه يا رب. ايه بابا مشهور يغني شعلات. شنو؟ ابنة غريب. ها ابنة غريب. ابنة غريب مخلص. خلص ها تطلع لك مين؟ مس دعاء الله يسعدها. تطلع لش نوال. اسمع شاف شاف شاف. شوفي انت دائما عندنا حكم قديم مال الفيديو مال اغنيتي راح تنفذيها. حكم الثاني تحطين رابط مالتي على بروفايلش لمدة سنة. عشان مين قال لك اني راح اعيش عشان اخذنا بروفايلي؟ ثمان جولات ماخذين من عندك. اربع جولات كان عندنا اربعة. الحكم الثاني تحطين صورتي لمدة اربع ايام. اربع ايام صورتي. الحكم الرابع اعطيك الحكم سنتين. الحكم الخامس دنيا باردة. إيه والله بردت الجو عندي. الحكم الرابع ثالث للرابع الخامس الله يسلمك. شوفي شوفي بتنزلي عب سنابتش تقولين اسمعوا أغنية عمار الكوفي وهيك وتشغليها بالسيارة وحركات و... تمام. ما سلام لا تقولي.